بسم الله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبعد. مع سلسلة مقتطفات من تجربتي الخطبية ومع المقدمة، في هذه الحلقة هذه بغيت نبين السبب ديال هذه السلسلة هذه، هو أن واحد المدرسة من المدارس ديال الوعظ والخطبة داروا حلقات ديالهم، وداروا المادة الأساسية اللي اعتمدوا عليها الكتاب اللي ألفت في فن الخطبة، الخطابة فن ودعوة. وفي هذا المجال هذا، في هذا الفن هذا، ألفت 3 ديال الكتب. الكتاب ديال الخطب الربيعية فيه تقريبا شي 200 صفحة، وكتاب ديال الخطبة فن ودعوة، وكتاب آخر في فن الخطبة. هاد المدرسة هذه طلبوا مني باش ندير لهم شي كلمة، وعطيتهم شي حاجة اللي كانت مصورة من بعد. وبعد ما كملوا الحلقات ديالهم طلبوا مني باش غادي نختم لهم هذاك المجلس عن بعد في شي كلمة. درت الكلمة واقترحوا عليا من خلال هذيك الكلمة باش هاد الشيء هذا يتسجل، داك الشيء اللي قلت لهم يتسجل. شكون ما الشيوخ ديالي في إطار ديال في الخطبة. شدت بأن المسألة ما تتعنيهمش غير هما وحدهم، بل تتعني أي واحد توجه وتصدر للخطبة أو للدعوة أو الوعظ، وتتهم كاع الناس جميعا باش يعرفوا شنو هي الخطبة الموفقة، شنو هي المواعظ الموفقة، شنو هي الأركان ديال الخطبة. هذا الشيء كاع كله تيهم الجميع. فلهذا نظرا وانطلاقا من التجربة الميدانية العملية المعيشية درت هذه السلسلة هذه إن شاء الله اللي غادي تكون مقتطفة. بدأت الهم ديالي ديال الوعظ والخطبة وأنا في العمر ديالي شي 8 سنين ولا 9 سنين. كنت تنقرا في المدرسة وتنمشي نحضر في الخطبة ديال الجمعة مع الأب ديالي رحمة الله عليه. ونظرا اللي كون تنحضر في هذه الخطبه ونحضر الخطبه الاخرى ونحضر في هذا الشهر ونحضر في الشهر الاخر ونحضر في هذا العام ونحضر في العام الاخر، بل لي انا بحال الا شي تلميذ كسلت دوبل في الامتحان، بمعنى نفس المقرر. حيت تجي زكاه ديال الفطر تيتكلم على زكاه الفطر، حيت تجي رمضان تيتكلم على رمضان، حيت يجي العيد الاضحى تيتكلم على العيد. ومناش داك الخطبه اللي قال العام اللي فات اللي حضرت ليها هي نفسها، وداك الريتم اللي تيتكلم به هو نفسه. وانا تنتغدد وانا صغير تنقول لهم الصاب كون انا داك المنبر نطلع ليه وندير وانا باقي عاد 9 سنين، باقي 8 سنين 9 سنين، باقي في الابتدائي، باقي في الابتدائي الاول. من ثم بدا هاد الرغبه وهاد الحماس وهاد الشوق وهاد التطلع لممارسه ديال الوعظ والخطبه. وبالتالي هاد المساله هذه هي البدايه، وسنرى في الحلقات الاخرى ما يتعلق بهذا المجال. السلام عليكم.